السلام البنات، هنا ديجا خلطنا، ديجا بدينا وفكرنا اننا نديرو نشارك معكم هذا الفيديو. هنايا خلطنا نص كيلو ديال الدقيق والخميره ديال العجين ديال الخبز عفوا، شويه ديال السكر وشويه الملح والماء حسب الخليط. شنو درنا؟ درنا سفنج مع كويس ديالها كيجي غزال فهاد البرد. anyway عندنا طريقه كتخرج بحال هكا، هذا بحال داك السفنج ديال الزنقه ديال المغرب. احنا معكم الطريقه هي بحال هاد اللعيبه هادي. كنقلبهم شفنا جينا كيجي بحال هكا شي زوين. غزال كنكملوا بهذه الطريقه ديال البنات حتى كنسالي الخليط ديالنا. بالنسبه لبنات المغرب راكم عارفين السفنج والشفنج والسفنج. كل واحد كيقول لي حنا في اكادير كنقول له السفنج ايوا، والباقي راه كل واحد كيقول لي غزال زوين. ايوا نحطوه مع كويس زلاتي، خليكم معنا. هنا بغيت نعمر اتاي مغربي، عندي بزاف ديال الاصدقاء اللي ماشي مغاربه وكيقولوا لي ديما عمرين اتاي كيجي زوين كي كديري ليه، وهذه مناسبه انهم يشوفوا هما كيفهموا تقريبا واحد شويه العربيه ولا يقدروا يشوفوا غير الطريقه من الفيديو راه غادي يفهموا. ومن هاني حتى نعمروا اتاي مع بعضياتنا علاش لا. خليكم معايا هنا البنات. هذا راه اتاي كرم. لا سمحوا لي، نعناع كرم. هذا الطريقه ديالو انكم الا جاب الله الوقت اللي كيكون فيه النعناع زوين كتاخذوا هذا كتنشروه في شي بيت ولا شي، كتغسل مزيان وكتنقيه وكتنشروه في شي بيت كتخليه حتى يكرم مزيان، عرفتي راه كيعطي كيبقى مده طويله ما كيكسبيرش يعني ما كيخسرش، وكيعطي واحد المذاق رائع في اتاي. غنخويه كامل باش يعطيني نتيجه زوينه. هادي زين جوي مش حار زوين غزال. انا هذه هي الطريقه ديالي، ما كندوروش كنخلي واحد شويه. الرائحه ديال داك النعناع الاخرى البنات كتقدري تشميها من هنايا. انا اختي كتقفر باش نمشي للفوق. هذا كنحيه كنرد هاد الكاس ديالنا. وهنايا بطبيعة الحال غادي نوجد
التليفون.